نرجع معكم مشاهدينا لنكمل حلقتنا لليوم، وراح نبلش تاني قسم باتصال. في ما في اتصال، لكن في معنا ريبيكا انضمت لنا كرمال تشاركنا بتاني قسم، راح نتعرف عليها كنا سوا. كيفك ريبيكا؟ منيحة. شو العيلة؟ ليان. ليان انت اخته لشربل. وي. قديه عمريك؟ 11. 11، اكبر من شربل. واي صف؟ 5. سانكيام. كتير منيح، شطورة بالإكل. خي مبسوطين هلأ فرصة؟ أي متى بتفوتوا؟ الست. الست بعز العاصفة بتفوتوا. كتير منيح، لكن مرسي إليك ريبيكا. هلأ رح نتوقف مع سارة رفقة كلمة إلنا شو الترافو الجديد يلي بدها تعلمنا عليه. نحن اليوم سارة مشاهدينا صغار بدنا نعمل ترافو مهضوم بالسوق. دايما منجيب البول يلي فيها تلج أو فيها بقلبها جليتر أو إشياء ذهبي. هلأ نحن اليوم رح نتعلم نعملها، وكتير طريقة سهلة وبالإشياء موجودة بين إيدينا مثل الأطرميز يلي منجيبه على البيت. بهيدي الطريقة نحن حاطين بير نويل وبقلبه في البريا، وبس كل ما نخده بيصيروا بهالطريقة يصبحوا ويعملوا أشكال. فنحن رح نتعلم نعمل هيدي الطريقة بعدة أشكال منقدر نعملها. أنا هون حضرت لكم السابان، فينا نعمل السابان كمان بطريقة بير نويل، وفينا كمان نشتغل نحن عائدنا ونعمل البونوم. نحن هلأ معنا معكم رح أعمل البونوم. تنعمل البونوم نحن بحاجة للفلين مدور، من حاجة دايما لعيون فينا يكون ملوني وفيها تكون سوداء مثل ما اتفقنا. دايما نحن منجيب هالعيون من المكاتب. بحاجة لأشياء مهضومة بريان بقلب، منحطها بقلب المي، لقنينة مي، ولأكيد للتزيق لفرد الشمع. كثير منيح، لكن مشاهدينا قبل ما تبلش صرف أبقى بذكركم بالرقم 09-914-915 تتصلوا عليه وتشاركوا معنا وتربحوا. فإذا منبلش نحن بطابات الفلين يلي هني بقد حجمهم قد طابات البين بون يلي بيكونوا بين إيدينا. اللي نحن عملوا نحن رح نلزق طابات الفلين بقلب بعضهم على بعضهم بهيدي الطريقة. مننتبه كمان أنه طابات الفلين على الفرد الشمع بيدوبوا، وكمان مش أنتوا اللي رح تستعملوا، أكيد فرد الشمع حدا كبير رح يستعملوا لحتى ما تحرقوا حالكم. وإذا بتحبوا تعودوا فرد الشمع عن أي تلزيق فينا نستعمل حيا لنوع تلزيق بيلزق. وهلأ بنترك الطابة لحتى ينشفوا. نحنا منجيب الأطرميز يلي معنا، منبلش نحط فيه الغراض. رح استعين أنا شوي باللون الذهبي بما أنه نحنا بعدنا ويدي آخر جمعة بفترة عيد نويل. رح نحط شوية لمع ذهبي ومنحط بعد الغراض. هون كمان الغراض اللي معنا هني بشكل صليب. حلو. حلوين. بهيدي الطريقة رح حط شوي منهم. رح فرجي مشاهدينا صغار شو صار عنا بقلبه. صار عنا فرد الجليتر وفرد واللماع والغراض يلي الصلبين يلي حطيناه هون. منكون هون هيدي الفليني هي نشفت. رح نحعلق له العيون. رح نختار عيون، اي لون عيون نحط؟ روج. يلا في لون روج بس نشوف وين راحوا مختفيين. هيدي لون روج وهيدي لون روج. ها لقينا لون روج. جورج بقول قلب بده مارون. ما فينا نحط واحد روج واحد ما في مارون. طيب شو اذا في مارون؟ ما في مارون معنا، كلهم لونين. يلا نستعمل الروج هلا. وفي معنا اتصال بهالوقت صار عم تلزق العيون. الو. بونجور. بونجور. مين معي؟ جيسيكا يزبك. كيفك يا جيسيكا؟ منيحة. بوناني. ميرسي. من وين عم تحكينا جيسيكا؟ من البوار. اهلا وسهلا فيكي، كيف كان نيو يير؟ ان شاء الله انبسطتوا. كان منيح. يلا ان شاء الله تكون سنة خير عليك. يلا ريبيكا. وعليك كمان. مرسي. يلا جيسيكا اي رقم تحب تختاري؟ 11. 11. يلا 11 لنشوف يا جيسيكا رقم 11 شو مخبي لك. هي كلمة مش قلبين الاحرف، بديك تحذريها. هي رسول. مزبوط.
100% رسول، وهي صفة مرقص اللي عم نحكي عنه اليوم. مرسي لاتصالك يا جيسيكا، وبينزل اسمك بالسحبان، السحب يلي رح يصير باخر الحلقة عاصمة شرائية من ارسك لحريسة، والسحب الشهري يلي رح يصير على تابلت. وهون باستوديو ريبيكا وشربل وجورج حزروها كمان للكلمة. لكن صار لزقت العيون، نحن لزقنا العيون وبالقلم الأسود رسمنا التم المنخار وحطينا 3 زرار على البنون بهيدي الطريقة. فينا كمان أكيد نعمل له دوناج هيدا. وي فينا نعمل هيك حواجبه. أيوة. هلأ كيف فينا نحط له بني، وفينا نحط نعمله شوية شعر. خلينا بتاعتي بليز ريبيكا الميكرو لجورج. شو بدو يقليك شي جورج؟ شو جورج يلا شو؟ كنت جبت ورقة قصيت شابو وحطيتها على مزبوط. فينا نجيب ورقة ونقص شابو، بس المشكلة انه لان بدنا نحط ماء بقلب القطرميز اللي معنا، الورق على الماء بيتش وبيصير كتير بتصير بغير لون الماء، ما بتعود تنشف الشخصية اللي بقلب الماء. اوكي لهالسبب ممكن نستعمل جليتر او تلوين او حي الله شي، وما بنقدر نستعمل ابدا الوحد. هلا هون رح نعمل هيدا هيك بشكل يكون مثل كشني هون بهيدي الطريقه منزينه. حلو كتير. وهلا بدنا نلزقه اكيد هون. هلا بدنا ننتبه اذا لزقنا بصير واطي كتير، رح نلزقه بقلب هيدي من هون. اوكي كمان مره تانية نحن بحاجه للتلزيق. واكيد ما تخافوا، في نوع ازاز خاصه الاطرميز ما على التزييق ما رح ينكسر بهيدي الطريقه. لكن مشاهدينا نحن ناطرين اتصالاتكم على 09 صار معنا هيك 915 هيك بهالطريقه صار معنا نحن البونوم هون، وفي بقلبه اشكال معينه. هلا نحن بحاجه لنحط المي. فينا كمان نحط حيلا شي محل البنوم. فينا نحط ايه سارة مثل ما نحن هون نحطين بيغ نويل، وكمان جبنا ازلنا انه ممكن نحط محله شجرة العيد. نحن هون حبوا نشتغل البنوم مشان يكون شوي الوريد، هني كمان عم يشتغلوا. نسقيها مي، منعبي مي لاخر الراس. ومنسكرها. هيدا المعنى نحن هو سكرت بهيدي الطريقه. نحن صار عندنا البونوم مبين، صار نلزق غطى المرتب. صار هلا هيدا لان في بقلبه جلده نحن بنسكرها من هون. هيدا هوني عندنا ما في بقلبه جلده، بطبقه من تحت من حد الشريط بنقدر نحط له شمع لحتى المي ما تعود تنزل بهيدي الطريقه. كثير حلو. لكن هيدا هو كان لترافو. ريبيكا كيف كان نويل؟ منيح منيح. شو اجاكي كادويات؟ تابلت. تابلت حلو. شو نوع التابلت؟ ما بتعرفي؟ عم تلعب عليها؟ ايه. خي كتير منيح. شو بدكم تسمعونا؟ اي ترتيلة؟ يسوع. يسوع؟ يلا. لا يسوع لا اله. لا يسوع انت اله. ايه. يلا تحطوا الميكرو بتقربوا تلتتكم ونسمع الترتيلة. 1 2 3 يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا، يسوع أنت من أريد. حلو كتير، برافو، مرتاحة الترتيلة الحلوة. وهلأ مشاهدينا رح نتوقف مع Saints of the Week ونشوف مين هن القديسين يلي الكنيسة بتعيد لهم الأسبوع المقبل. بأسبوع الغطاس بتعيد الكنيسة قديسين. تنين 5 كانون الثاني عيد القديس باولو الناسي. أما 4 7 كانون الثاني عيد القديس ريمون دي بنيافورت. من
منرجع معكم مشاهدينا لنكمل الحلقة. وهلأ بدنا نحكي عن عيد من عيد وكنا سوا جمعة الجاي. بتعرفوا شو من عيد جمعة الجاي؟ أي عيد؟ عيد الاختاص. برافو، عيد الاختاص. أي متى بيسائب؟ سيس. مظبوط. وعندكم شي فكرة شو بنعمل عيد الاختاص؟ شو؟ بيغسله. ايه وشو كمان؟ بيتعمد الله. نعطي الميكرو لشربل نشوف. بيعمدوا بيتعمدوا. مظبوط. وشو بيعملوا هيك؟ اكل او بيعملوا لحمه نيه؟ لا بيعملوا شيء حلو. هلا بدنا نشوف البيض بنعمله على عيد الفصح، ما هيك؟ هلا بنشوف ما تصرف. بعيد الاختاص نحن مثل ما قلت نحن منعمد. بيتعمدوا. ليش بيتعمدوا؟ مين اول شخص تعمد؟ يسوع. مين عمدوا؟ حطوا الميكرو على مين عمدوا؟ يسوع. يوحنا المعمدان، مثل ما قرينا هلا بالانجيل اليوم، ما هيك؟ مزبوط. فاذا يوحنا المعمدان هو اللي عمد يسوع. وين عمدوا؟ شو اسم المنطقه؟ ب نهر الاردن. بنهر الأردن. وين نهر الأردن؟ بأردن. طيب فإذا قبل ما تكملي صار في معنا اتصال. ريبيكا بتاخذ الاتصال. يلا. ألو بونجور. طلعي هون الكاميرا. ألو بونجور. بونجور، مين معي؟ أندرو صقر. أندرو صقر، كيفك يا أندرو؟ أنزو. نقي رقم. ينعد عليك أنزو. شوية نوال. مرسي أنزو. بارايمو وبون أني. مرسي. يلا قولي رقم. يلا نقي رقم. صفر كات. كاتر. لنشوف رقم أربعة شو مخبي لك يا أنزو. بدك تسمعنا صوتك يا أنزو. يلا بدك ترتلنا حيلا ترتيلة. أو غنية بتعرفها. لفي دناية النور والعالم يتلبشرة قلب العتمي رب النور شعشع من قلب العترة حلوه شو حلوه البشرة بشرة بالنسود نايم يسوع حدو شو حلوه العذراء من يوسف سايكابه شو حلو كتير يا أنزو. برافو برافو يا أنزو، مرسي لاتصالك وبينزل اسمك بالسحبين. وحب ذكركم مشاهدينا أنه نحن ناطرين اتصاليتكم على رقم 09-914-915. وبدي أقول للمشاهدين كمان أنه شربل يان هو دايماً بيتصل فينا وبكل حلقة. مزبوط شربل؟ اوكي يلا صار منكمل. فاذا قلنا انه هو عيد الاختاص، ومن الاسامي تبعه يلي منسميهم هو عيد الظهور الالهي، عيد الدايم دايم. اسامي متعدده بيقولوا الابيفاني بيقولوا عيد الظهور الالهي. حدا بيعرف ليش منقول اول شيء عيد الظهور الالهي؟ اول شيء بعماد يسوع بنهر الاردن صار عنا ظهور للثالوث الاقدس، الاب والابن والروح القدس. الابن يلي هو يسوع كان عم يتعمد، الاب يلي هو مين؟ صوت من السماء قال هيدا هو ابن الحبيب الذي به رضيت. واخر شيء كمان الحلول الروح القدس يلي بشكل حمامي على يسوع. وهيك نحن بنقول الظهور الالهي لانه الظهور هو للثالوث الاقدس، الاب والابن والروح القدس. كمان عنا اتصال قبل ما تكملي يا سير. شربل تاخدو. يلا. الو الو بونجور. بونجور، مين معي؟ شربل كلاب. وين عم تحكينا يا شربل؟ الزحلة. شربل أو فادي؟ شربل. شربل. أوكي. أي رقم بدك تنقي؟ بوناني شربل. 18. يا. 18 اتاخد شربل، في عندك 17.
17. اوكي 17. يلا بتكون جايبه تساعده. هي ايه يا شربل بدك تحذر الكلمه الناقصه؟ من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يخلص يدان او يؤمن. يخلص. لا جا جرب بعد. يخلص. نوم بعد جرب مره. مش يخلص يدان. رح يساعدك شربل. يدان يدان يؤمن. عمل له هيك اثنين بايدك. نمرود. من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. مزبوط. مرسي لاتصالك يا شربل، وبينزل اسمك بالصحبين. صاحب يلي رح يصير بآخر الحلقة عقصيمة شرائية من أرسك لحريصة، والصاحب الشهري اللي رح يصير على التابلت. لكن صار منكمل؟ منكمل سارة، بس كمان قبل بدنا نذكر مشاهدينا صغار أنه بعيد الاختاص هو صحيح عيد الاختاص، بس كمان التوائف في توائف مسيحية ومن التوائف الأرمنية بتعيد لعيد الميلاد وعيد الاختاص مع بعضهم يلي هو بستة الشهر. إنما نحن هلأ منعيدهم من لهم كمان ميلاد مجيد لكل أخوتنا يلي بعيدوا كمان عيد الميلاد بهيدا النهار مع عيد الاختاص. ومن كافي منقول أنه نحن قلنا عيد الظهور الإلهي ليش؟ عيد الاختاص ليش؟ حدا منكم بيعرف ليش عيد الاختاص؟ ليه بيسموه هيك؟ ليش منسمي عيد الاختاص؟ لأنه تعمد يسوع بنهر الأردن بالغطاس، يعني غطس بالماء يلي هو الماء، هي علامة الموت والحياة. نحن منموت بعدين منقوم مع يسوع بالقيامة بالماء. بعد عيد الاختاص كان عندنا عيد قبل في اتصال. في معنا اتصال. ألو؟ ألو؟ بونجور. بونجور. مين معي؟ شربل الحصان. كيفك يا شربل؟ منيح. بون اني شربل. ميرسي. كيف كان نوير؟ انبسطتوا؟ ان شاء الله تكون سنة خير عليك انت واهلك. ميرسي. يلا شربل اي رقم بتحب تنقي؟ 18. 18 اتاخد شربل. في عندك 20 16 14 13 12. بونيوس. مرسي لاتصالك يا شربل، وطلع لك بونوس بينزل اسمك بالسحبين بلا ما تضطر تجاوب على ولا اي سؤال. مرسي لاتصالك، وحب ذكركم مشاهدينا بالرقم يلي بتتصلوا عليه هو 09-914-915. مكفي؟ نعم منكفي. فاذا نحن قلنا عيد الظهور الالهي، عيد الاختاص، وكمان عيد الدايم دايم. ليش عيد الدايم دايم؟ شو يعني دايم دايم؟ تعرفوا؟ حدا بيعرف؟ دايم دايم هو يعني يسوع، بيقولوا له دايم دايم. نهار يسوع بيمر على الناس على البيوت، لهالسبب بعيد الاختاص كتار منا وعادات كتير حلوة وحلو نحافظ عليها، بأنه بيمر يسوع على البيوت بيباركها بهيدا النهار. بيقولوا دايم دايم يعني يسوع دايم ببيوتنا. الكتير من الأهل بيفتحوا شبابيك البيوت أو بيخلوا الضوء ضاوي علامة أنه يسوع يزورهم بالبيت. بالإضافة لهيدا الشيء في عنا اتصال. صارت تحكي أنت؟ يا. ألو؟ ألو؟ بونجور. بونجور. مين معي؟ شربل محفوظ. أهلا شربل، كيفك؟ منيح. من وين عم تحكي يا شربل؟ من مستيتا. من مستيتا، أهلا وسهلا. يا شربل أي رقم بتحب تختار؟ 20. رقم 20. يلا شربل رقم 20. في عنا آية في كلمة ناقصة بدك تحاول تلاقي شو هي الكلمة. هذا هو ابني الذي به سررت. هذا هو ابني الحديث. برافو، كتير منيح، مزبوط. وهيدي الآية منلاقيها عند مرقس، كتير حلو، عند متى. مزبوط. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
فإذا هيدا هو اللي قالوا صوت من السماء يلي شهد ليسوع أنه هو ابن الله يلي هو كان صوت الأب يلي قال هيدا هو. وبعتقد قالها بس كان يوحنا عم بيعمد مزبوط يسوع. من يوحنا كان عم بيعمد يسوع انفتحت السماء وطلع صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الوحيد أو ابن الحبيب الذي به سررت. وهون بيأكد لنا أنه هو هيدا أنه يسوع هو ابن الله. اوكي وشو كمان بعد في سارة بعيد الاختاص ما حكينا عنه؟ في بعد التقاليد شو بنعمل؟ بعد التقاليد شو سارة شو هن التقاليد؟ تعرفي شي عنه؟ أنا بعرف حدا من المعنى بغسلوا إجريهم؟ مزبوط بننزل على الماء في منهم بغسلوا إجريهم بالبحر أو بحيلوا شي علامة لأنه يسوع مثل ما قلنا دايم بيمرق ببارك الماء ببارك البيوت لهالسبب بغسلوا إجريهم تيتباركوا من الماء اللي باركها بهيدا النهار يسوع. قبل ما نكمل التقاليد صار في معنا اتصال جورج بتاخده يلا. ألو الو الو بونجور بونجور كيفك؟ أنطونيا يونس. أنطونيا يونس اهلا وسهلا فيك. من وين عم تحكينا؟ اهلا وسهلا فيك يا أنطونيا. إلا بنانية بنانية علي صوتك. إلا تعلي صوتك علي صوتي. كيفك أنطونيا؟ يلا أنطونيا أي رقم بتحبي تختاري؟ سيس. يلا رقم سيس. غنية بدها تحصل ترتيل. أوكي أنطونيا بدنا نسمع هلأ موسيقى ترتيلة وبدك تحذريها جينجل. أنطونيا هيدي ترتيلة نسمعها دايما ما بعرف عرفتوها شي يمول يا هي من خمس كلمات يا عرفتي يا ربيكا؟ عرفتي يا أنطونيا؟ يا موز رح نساعد أنطونيا. yeah. رح أقول لك أنطونيا أنه هي من خمس كلمات تبدي بي يا موزع. يا موزع شو بده يوزع علينا؟ شو بيوزع علينا يسوع؟ نورك مزبوط يا موزع نورك على الكل. مرسي لاتصالك يا أنطونيا وبينزل اسمك بالسحبين السحب يلي رح يصير بآخر هالحلقة على قسيمة شرائية من أرسك لحريسة والسحب الشهري يلي رح يصير على تابلة نسمع شو عملها للتكتيلة. يا ربي وحدك بالضل فرحة بدرب المبيل حلو كتير كتير حلو الترتيلة. يلا صار منكمل منكمل بس كنا عم نحكي انه في تقاليد وعادات وحلويات نعم نستعملهم بهيدا العيد. حلويات وين ما كنا وكيف ما برمنا بلبنان منلاقي هيدول الحلويات مختصين بعيد الاغتاص. صار بدي اطشك كمان. يلا في معنا اتصال. الو ربيكا بتختي. يلا الو الو بونجور علي صوتي بونجور مين معي؟ انطوني. انطوني انطوني كيفك انطوني؟ منيح. من وين؟ شو العائلة؟ داغر. اوكي اهلا وسهلا فيك يا انطوني. من وين عم تحكينا؟ من حاش القمر. اهلا وسهلا فيك يا أنطونيا. بدي لك بونانية. مرسي. يلا أنطونيا اي رقم تحب تنقي وربكا رح تساعدك.
11 اتاخد انتوني. في بعد 2 3 8 10 13 14 و16 3 نشوف 3 شو مخبي لك يا انتوني. كمان بونس. برافو يا انتوني. وبينزل اسمك بالسحبان بلا ما تضطر تجاوب على ولا اي سؤال. مرسي لاتصالك. مشاهدينا رقم محطوط على اسفل الشاشه اللي هو 09-914-915 ناطرين اتصالاتكم عليه. وفيكم كمان تحضروا اعاده حياله حلقه من برنامجنا اما على اليوتيوب تي في تشاريتي او على الفيسبوك بيج مستر فيت. واذا بعد ما عملتونا لايك على الفيسبوك فوتوا اكتبوا مستر فيت واعملوا لنا لايك. لكن كنا عم نحكي عن سر كنا عم نقول انه بعيد الغطاس في عنا تقاليد وفي عنا حلويات دائما كيف ما بربنا بلبنان بنلاقي هو الحلويات معموله. كنا عم نحكي كمان انه في عالم بيغسلوا اجريون. مزبوط. وقلنا انه بنغسل اجرينا او بنتحم بهيدا النهار لانه يسوع بيمرق وبيبارك المي، بيبارك البيوت، بيبارك المي وبيبارك حتى الشجر. وفي كمان عادات في اهل بيحطوا عجين بقلب الشجر يلي حد البيت لانه بيقولوا انه لما يسوع بيمرق كل الدنيا بتنحني له حتى الشجر بتنحني له. وبيتخمر العجين وتاني نهار هيدي العجين اللي كانت موضوعه على الشجر بيحطوها بالعجينه البيت اذا بدهم يعملوا اي اكل لحتى تخمروا. حلو كتير. وبخصوص الحلويات شو بخصوص الحلويات ساره بتعرفي شيء؟ حدا بيعرف شو بناكل عيد الغطاس؟ في شيء بيعملوا انا كثير بحبه؟ لا لا بس بدكم تحكوا خذوا ميكرو مدري بكره كرمال هيدا نسمع صوتكم. مش بقلاوة شي بينقلب. مزبوط. بينعمل من العجين، العجين يلي منشيلها من الشجرة ومنعمل منها اللي هي الحلويات. كريب. مش كريب. شكله عبالك كريب. انت عبالك كريب. اوكي. فإذا من أهم الحلويات يا سارة يا وأنتو يا حلمين هني زلابية والعوامات. هو اشياء كتير موجودة بلبنان وكل وين ما برمنا بالسوق منلاقي معمول منهم. وهني علامة انه هني سبق قلنا هني من العجين. والعجين بيكون طري. لما بنخلط العجين بيكون بعده هو طري. بس نقلي ونحطه بالزيت بيصير سميك وبياخد شكل تاني عن مكان من قبل. وهيدا علامة انه التغير. يعني مثل الواحد بس ينزل بالماء وبيطلع مثلا بيتغير بالعماد بيلبس حلة جديدة. هيك كمان بس ينزلوا هودي العلامة هودي الاكل بس ينزلوا بالمقلي وبيطلعوا كمان بشكل جديد. قبل ما تكملي مثلا عن السليبية رح ناخد اتصال. الو. الو. بونجور. بونجور. مين معي؟ ياسمينة أشقر. ياسمينة؟ كيفك يا ياسمينة؟ منيحة. من وين عم تحكينا؟ من عين الريحانة. أهلا وسهلا فيك يا ياسمينة. بونانني. مرسي. كيف كان النيو يير؟ منيح. منيح. شو بتطلبي من يسوع بالسنة الجديدة؟ ياسمينة بعدك معي؟ شو بتطلبي من الله بهالسنة الجديدة 2015؟ انه يساعدنا. ان شاء الله يا رب ويساعد كل العالم. يلا يا ياسمينة شو بتحب تنقي اي رقم؟ في بعد ساز. اوكي لنشوف رقم ساز شو مخبي لك يا ياسمينة. جينجل. بدنا نسمع يا ياسمينة موسيقى الترتيلة وبدك تجربي تحذريها. هي ترتيلة ليسوع هو وصغير. برافو يا ياسمينة. 100% يا هالطفل النايم وبينزل اسمك بالسحبان. مرسي لاتصالك. بمزوة صغير تلج وطقس غايم بردان وفقير شو بقدر اقدم لك تتفهم هالعيد راح اقدم لك قلبي كل ليالي العيد.
ومنكمل لحلقتنا. في كمان سر بيقولوا انه زليبيا هي بتاخد شكل الاصبع لانه بتدل على يوحنا. يوحنا لما بيقولوا انه كمان زليبيا هي تكون شكلها مطاول، بيقولوا انه هي بشكل اصبع لما يوحنا رفع ايده عم بيقول عم بخبر انه عم بيدل على يسوع عم بيقول لهم هذا هو هذا هو حمل الله، بيقولوا انه هي بتدل على هيدا الاصبع كمان. وكمان منلاحظ انه كل انواع المأكولات يلي بتنعمل الحلويات هي رموز لعيد الخطاس، مثل ما قلنا العجين بيتغير تغير بقلب الزيت كعلامة تغير، يعني احنا بنكون اشخاص بنصير اشخاص تاني. الغطس بالزيت يلي هي تقريبا غطس بالماء، والمسحة يلي المسحة اللي بنستعملها هي كمان بالزيت. اوكي حلو. لكن في معنا اتصال، شرب بتاخده؟ يلا الو بونجور مين معي؟ لا بودك معك بودك معي بنات. الو شربل وشو؟ كيفك؟ منيحة. اسمي شربل شابة. كيفك يا شربل؟ منيح. كيف بوناني؟ تازي فو. مرسي شربل. كيف كان نوير؟ مش منيح. ليه مش منيح؟ أهلي أصبوا شوي، أصبوا كتير. عذبتون؟ لا انا اصبو كتير كتير اصبي. اوكي يا شربل، يلا اي رقم تحب تنقي؟ شو بعد في رقم؟ بعد في عندك 2 8 10 13 و 14 لنشوف 14 شو مخبي لك يا شربل. فوارق اوكي. ايش انا اقول لك؟ يلا في فو بلو في تاتسون مظبوط، وفي فو روز تاتسون برافو، وفي هونيك اخضر فوفي باس برافو مظبوط. وهن يا شربل ثلاث فوارق. مرسي لاتصالك وبينزل اسمك بالسحبان. مدام ايه شربل؟ ساره ما تعيط لي مدام. ساره وي اليوم عيدي. اليوم عيدك؟ ايه. هابي بيرثدي يا شربل، قد ايه بيصيروا؟ 14. خنيه رح غني لك هابي بيرثدي كلنا سوا. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو شربل، هابي بيرثدي تو يو. عقبال المية يا شربل. ميرسي. ان شاء الله تكون سنة حلوة عليك يا رب. ايه في بيكولا؟ نعم؟ لا بعد بيكولا؟ ما سمعت. شكله انقطع الخط مع شربل. ميرسي لاتصالك، بينزل اسمك بالسحبان. لكن صار منكمل حديثنا. سارة انا حديت هلا يعني تقريبا حكينا عن كل شيء بعيد الخطاس. في انت عندك شيء حابة تزيديه؟ ايه. في عندي شغلة انه كمان بيدووا البلاكين على عيد الخطاس. مزبوط مزبوط. وبحطوا شي مي كرمال يقطع الله يسوع بيمرق وبيبارك المي البيوت اذا دويناها، او في منهم بيفتحوا شبابيك او اللي بيقولوا انه يسوع بفوت على قلب البيت بيبارك وبيبارك اهلي. وفي منهم بحطوا مصاري بقلب العجينة كمان بياس. ايه في منهم بيحطوا مصاري، يعني بيقولوا انه يسوع بيبارك كل شيء. حتى هو المصاري كمان رمز اكثر عن فلس الارمله يلي حطت كل شيء بالهيكل بالهيكل وكتر كل شيء عندها. كمان بيعتبروا انه كمان هيدول ربنا بيبارك حتى العمل للبيت يلي بتعرفي انه الشغل يعني الاهل بيقبضوا عليه بياخذوا مصاري، كمان بيبارك عملهم بالبيت. حلو كتير. وفي معنا اتصال وشرب الحبيب بياخذ اخر اتصال. الو الو بونجور الو الو بونجور 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 بونجورين. مين معي؟ مين معي؟ ريتا نعمه. من وين بتحكينا؟ من المنصوريه. هابي نيو يير. اهلا وسهلا فيك يا ريتا. هابي نيو يير ريتا. هابي نيو يير لكم كمان. مرسي. يلا اي رقم تحب تنقي وشربل رح يساعدك؟ تريز. تريز لنشوف تريز شو مخبي لك. اوكي هي ايه
وناقصة كلمة منا. عم بتشوفيها جتا؟ ايه. اوكي. صوت ينادي في البرية، اعدوا طريق الرب، الانبياء او القديسين. هيدا يوحنا المعمدان هو يلي قال هيدي الجملة، كان عم بيقول اعدوا طريق مين؟ القديسين. لا، عن مين؟ عم بيحكي عني. الرب. مظبوط. الرب عم بيحكي كان عن يسوع، عم بيقول لهم هيدا هو الطريق يلي لازم نحضر له يلي هو يسوع المسيح. مظبوط. وبينزل اسمك بالسحبان. مرسي لاتصالك. ولهون مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا. قبل ما رح نتوقف بسبونسر ونشوف شو هي القصيمة. الرابح معنا اليوم بيحصل على قسيمة شرائية من الأرسكري حريصة. لكن مشاهدينا هلأ مين رح يسحب الاسم سار؟ يلا أنا رح أخلطهم وحدا منهم هنا رح يسحب. يلا نشوف مين رح يربح القسيمة الشرائية من أرسكري حريصة. يلا مين بده يسحب؟ يلا مين؟ يلا شربل. في ياخذ الاسم شربل حتى نشوفه هيك على الشاشه. انطوني داغر. لكن الف مبروك لك انطوني، ربحت معنا قسيمه من أرسكري حريصه، بتستلمها من التي في تشاريتي من الاثنين للجمعه من الساعه 10 للساعه 4. قبل ما نختم حلقتنا مشاهدينا رح اتوقف فرقد نمشي. شربل شو بتحب هيك تقول له ليسوع بهالسنه الجديده؟ قرب الميكرو هيك. شي طلب بتحب تطلبه او شي امنيه؟ ما عندك شي ابدا تقوله ليسوع؟ طب فكر بهالوقت لنشوف جورج. حابة اقول له الى يسوع انه يساعد الفقراء. ان شاء الله يا رب. وربيكا؟ انه هالسنة تكون احلى من سنة الماضية. ان شاء الله تكون حلوة على الجميع يا رب. شو شربل عندك شي تقوله ليسوع؟ انه ما بعرف. يساعدك ويساعد اهلك؟ ايه. اوكي مرسي. لكن مشاهدينا بنوصل لختام حلقتنا. بحب اتشكر ربيكا وجورج وشربل اللي رفقونا بهالحلقه، وبحب اتشكر يكسر رفقه، وبحب عيدكم مشاهدينا وقلكم ان شاء الله تكون سنه خير عليكم يا رب، وتكون احلى من هيديك السنه مثل ما قالت ربيكا. مشاهدينا ملتقانا معكم جمعه الجاي نهار السبت الساعه 11، ناطرين اتصالاتكم والله معكم.